من جديد كابتن هيثم، برحب بيك طبعا وبرحب بضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي، وبرحب ايضا بكل مشاهدين ومشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. الف مبروك فوز النادي الاهلي على الاسمنت الاثيوبي طبعا بنتيجه 3-0، المباراه الثالثه او المواجهه الثالثه على التوالي من هذه البطوله. معايا طبعا نجم من نجوم فريق طايره رجال كابتن سيف عابد، طبعا برحب بيك في البدايه على شاشه قناه الاهلي، بقول لك الف مبروك طبعا المواجهه الثالثه على التوالي، بتفوزوا بسكور ما شاء الله. كلمني اكتر عن هذه البطوله من اول ما بدأت وعن المباراة النهاردة. الله يبارك فيك اولا يعني، والحمد لله طبعا احنا ماشيين بخطه مستر فرناندو من اول البطوله، لان هو طبعا يعني مقسم التحملات على الفرقه كلها، لان البطوله طويله، هنلعب 4 ماتشات في المجموعه وبعدها لسه دور 16 ودور 8، فهو مقسم التحملات او مقسم المجهود عامه على اللعيبه كلها. فالحمد لله قدرنا نكسب اول ماتش 3-0 والثاني 3-0، والنهارده هو الثالث، وبكره اخر ماتش ان شاء الله في المجموعه، يعني نكسبه باذن الله ان شاء الله، وبعد كده بقى هنكمل الدور 16 وان شاء الله ناخد البطوله يعني بإذن الله. كابتن سيف اتكلمت في نقطة مهمة جدا، ان المباريات في هذه البطولة يمكن ورا بعض، فهل ده مؤثر شوية على تركيزكم، ولا احنا يعني زي ما بنشوف اداء رائع جدا منكم، هل ده بيأثر شوية عليكم ولا لا؟ لا، هو مش بيأثر بالسلب خالص، بالعكس يعني هي المباريات لما بتلعب كتير ورا بعض او لما بيبقى في كذا ماتش ورا بعض ده بيعلي المستوى، وزي ما قلت لك هو المستر فرناندو مقسم المجهود على كله، فيعتبر كله في مستوى واحد، والتعب مش هيبقى كبير قوي على لعيب واحد او 2 لعيبه، بالعكس هو بيجهز الفرق كلها عشان يبقى لما يحتاجهم في الفاينل او في السيمي فاينل يبقى ملاقيهم يعني. خليني اسالك بقى على المواجهه الاخيره او المواجهه الرابعه في المجموعه الاولى يعني غدا امام العداله الكيني، خليني اسالك برضو توقعاتك. لا طبعا احنا هنروح دلوقتي يعني اكننا ما عملناش حاجه الماتش ده، وهنذاكر الفرقه بكره بتاعت بكره يعني. مستر فرناندو بيدينا كذا محاضره ان احنا نشوف الفرقه اللي هنلعبها، وبنشتغل على نقط ضعفهم والحمد لله بنكسب يعني. كابتن سيف كل التوفيق لكم طبعا غدا، والف مبروك مره ثانيه، نورتنا، شكرا. كابتن هيثم، ده طبعا كان لقائنا مع احد نجوم فريق كره طائره رجال كابتن سيف عابد، طبعا بشكرك وعوده ليك مره ثانيه.